ذكرت الجرعات والنسب، في ناس كتير بتقول لك انا بروح مثلا المنطقه الفلانيه بشم ريحه الكلور، بروح منطقه فلانيه بتبقى ريحه الكلور قليله. هجاوب لك على دي، هقول لك على فكره الكلور لما يكون كتير يبقى حلو في البايبس، بينظف جوه بقى. ده معقم للخط. لا معقم للخط. وعلى فكره انت لو سبت المايه نازله بس في كوبايه هتلاقي رغاوي بيضه والكلام ده كله، سبتها ثانيه هتلاقي بيضه بنزل الفل. الكلور تعقيم للخط نفسه. تمام. ليه يا جماعه؟ بس ما لهوش مشاكل صحيه. لا لا لا، ليه هو بيطير طبيعي من الميه. ليه؟ حضرتك انت مش ساكن في اول الخط اللي انا بغذيه. صحيح. ذنبه ايه اللي في اخر الخط ما يجيلوش ميه متعقمه؟ فهمت حضرتك. اوكي؟ نعم. يعني اللي بالبلدي كده اللي ساكن قريب من المحطه هيلاقي الكلور عالي. اللي ساكن اخر الخط يعني انا بدي سيم المعادي هيجي الكلور قليل. نعم يا فندم. هيجي الكلور قليل اللي هو اخر جنب برا كده بالظبط. نعم. كده لغايه اخر الخط عشان اضمن صحيا ان الخط ده معقم وما فيهوش اي طحالب او اي جراثيم. زاد انا بغسل الخط ده هقول لحضرتك. تمام. انا بحكي للناس على فكره المعالجه عشان يعرفوا قد ايه الناس بتتعب. صحيح. وقد ايه الناس بيبذلوا مجهود جبار عشان حضراتكم تشربوا الميه عشان كويسه ونظيفه، عشان تلاقي كوبايه ميه ومستمر. صحيح. مش عشان ارشها في الشارع كده قدام الشارع بتاعي وقدام البيت بتاعي. ما ينفعش. نعم. والله ما ينفع. يعني شو كل ده انا بحكي عن المعالجه لسه واقف عند المراوقات. تمام. خلاص المراوق اللامله بيشيل لي الطحالب وهي ميته. باخد انا هذه الطحالب، هتقول لي بتوديها فين؟ بجمعها بتعمل لها طبقه سلادج. تمام. باخدها ارجعها نهر النيل تاني. لان ليها فايده. هتقول لي الله انت بتاخد ميه وترجعها تاني. سي انا باخد من نقطه واحد ميه من النيل، نهر النيل المسار بتاعه كده، بدي بعديه عشان ما يرجعليش تاني، يبقى فيدباك عمال ايه. بعالج وبحط مواد خام شبه وكلور دون الاستفاده. طب الطحالب ليها فايده؟ لا خلاص بقى. ما الـ 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 طب ليه يعني ليه ما بنلمهاش مثلا ونرميها؟ لازم ليه بنحطها في بعض المحطات بيعملوا بيجمعوا الكلام دوت ويعملوه زي سماد. سماد. جميل. بالظبط يا فندم. يعني في بعض المحلات بيعيدوا اعاده الـ 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 الكلام دوت. وبعض المحطات المحطات بقى اللي فيها طحالب كتير يعني بيعملوها اسمها. صح. مفيش حاجه اسمها كتير وقليل. انا بجمع. لا لا يا فندم. انا بجمع الطحالب اللي في الميه بموتها بكلور، بديها شبه عن طريق بالسيتور او لاميلا، بجمع هذه الطحالب. العقاره بتاع النيل بتخش لي 8، يعني لسه ما عندش حاجه في الميه، بتخش لي 8 ان يو تي. طبعا بتطلع من المروق 5. تخش باخد انا المايه المروقه دي، بتخش حاجه اسمها مرشحات. تمام. مرشحات. ايه الفكره او شكل المرشح ده يعني ايه؟ شكل المرشح ده ببساطه يا جماعه عباره عن زي بالظبط حوض حمام سباحه. جميل. حوض ليه دايمنشن بتاعه، طول وعرض وديبس عمق، وفي الاخر حاجه اسمها فواني محطوطه على بلاطات. الفواني دي بالبلدي عامله زي المصفى بتاع الدش. بالظبط كده، يعني كانت مصفى الدش اللي زي حضرتك في البيت. دي ماليه سطح المرشح من تحت. المايه جايه من المراوق داخله على المرشح. تمام. بتقابل طبقه من الرمل 70 سنتي. بعد طبقه الرمل طبقه زلط. بعد طبقه الزلط الفنيات اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هي زي الايه؟ الدش. مصفه الدش. طب نتصور مع بعض كده نقطه الميه او كميه مسار الميه اما ينزل الرمله دي. طبعا بابعاد، مش اي رمل، مش رمله مباني او رمل. لا، حبيبات صغيره خالص ليها تكاد ترى بالعين ما حدش يقدر يشوفها. لا لا، بيشوفها بيشوفها كويس قوي. وبنعمل لها تيستنج في المعمل. دي مطابقه ولا لا؟ ولو مش مطابقه اوكي نجيب تاني ونعمل لها تيست وهكذا. الرمله مطابقه ليه يا فندم؟ معلش. للابعاد بتاعتها. يعني في بعض الرمال بتبقى موجوده قصدي حضرتك؟ لا، بتبقى على هيئه كرات صغيره قوي. تمام. واخد بالك؟ جزء من الملي يعني. ليه؟ انا لو حطيت رمله مباني، رمله ناعمه، هبص الاقي بقى خلاص يعني مع ميه سلاج سوليد. لا، ده انا عايز رمله يتخللها الميه. بتنزل الميه من الرمل. الرمل ده لو في بعض الطحالب عدت من المراوق، الرمل يعمل ايه؟ بيحجزها. بيحجزها. تمام. يحجز الرمل، بيحجز الايه؟ الطحالب الميته.
بينزل على الزلط، الزلط محطوط جنب بعضه، المايه بتتخلل هذا الزلط، بيتكون على جدار الزلطايه الطحالب، الكلام اللي هو الشوائب اللي في المايه. تقوم نازله بعد طبعا طوله متر، قلنا 70 رمل 30 زلط، بينزل على الفواني، بينزل المصافي، بينزل على الخزان الارضي. اوكي؟ بينزل على ايه؟ الخزان. خزان ارضي. طيب المرشح ده طول ما هو شغال هيجي له وقت معين والرمل والزلط ده يقفل او يتسد. صحيح. يبقى محتاج صيانه. محتاج صيانه، محتاج غسيل. تقول لي بغسله ازاي؟ او قد ايه يا فندم؟ كل قد ايه بتغسل المرشح ده؟ المفروض في اليوم مرتين. ده الايديا. في اليوم مرتين. بس بيعتمد على ايه حضرتك؟ المايه جايه، بيعتمد على نسبه العقاره اللي جايه لي من نهر النيل. بيعتمد على نسبه الطحالب اللي في المايه. بيعتمد على شكل المايه نفسها وهي يعني داخل. مش بوقت زمني محدد، لا، لا. على حسب النسبه اللي جايه. اللوبريكلور اللي عندي، اللوبريكلور عندي بيبص بعينه، ده بمجرد النظر. في انديكيتور على ترابيزه التشغيل. افرض الاوبريتور ده نسي او ما خدش باله، اوبريتور الانديكيتور اللي على الترابيزه نفسه بيبين لي جميع مراحل المرشح ده حالته ايه. المرشح ده مكسل، المرشح ده ما بقاش ينزل كميه الميه اللي هو المفروض ينزلها. بيبدا يديني انديكيتور مؤشر يقول لي اغسل هذا المرشح. تمام. طب انا الديزاين اللي انا قلته ده كله اغسله ازاي؟ اما زلط ورمل. صحيح. اغسله ازاي؟ وبميه على الميه كمان. حلو كده؟ نعم. كلام جميل. انا بمسك بقى الميه دي يا اساتذه، برميها عن طريق محبس محابس، الميه اللي في قلب المرشح اللي هي خلاص غير انا اقول عليها غير مطابقه، بقوم منزلها تاني في محبس صرف برميها. بترميها فين؟ في النيل تاني؟ بالظبط كده يا فندم. تمام. ما برماش اوتوماتيك في النيل، ده انا اقول لحضرتك بعمل لها معالجه يعني بخففها الاول وبوديها. تمام. طب الجزء ده او المسمى اللي اسمه مرشحات اغسله ازاي؟ طب رايكم يا جماعه لو انا من المصافي دي اديت عكسي ميه واديت عكسي اير هواء، انا مادي هواء هبص الاقي فايبريشن في طبقه الزلط اللي موجوده. صحيح. مش كده ولا ايه؟ صحيح. يعني انا بدي بضغط هواء عن طريق الفواني كانه بيغلي يعني كده. الاقي الزلطه ايه؟ يعني فايبريشن كده. تمام. زائد طبقه الرمل اللي فيه. طب انا كده بنضف اللي عليها. بحرك جزيئات الرمل وبحرك جزيئات الزلط بس بالراحه كده، يعني ايه؟ كاني بغسل حاجه. صحيح. ماسك تفاحتين بغسلهم واخد بال حضرتك وانا برجهم كده على تحت الميه، تحت الحنفيه بتاعتي. بالظبط يا فندم. نعم. اديك انت قلت تحت الحنفيه بعمل كده. صحيح. انا بعمل كده عن طريق الميه والهواء. جميل. بدي هواء لطايم معين. تمام. ست دقائق. وبدي هواء وبدي ميه. ميه وهواء الاثنين مع بعض. وبعد كده بقوم فاصل بلور الهواء بقى، بقول له شكرا. واقوم مدي ميه فقط لا غير. صحيح. الميه تبدا ايه؟ لغايه لما بالعين المجرده ابص شكل المايه اللي خارجه ايه؟ شكلها ايه؟ من لون ايه بقت ايه؟ تمام. يبدا المرشح يستعيد شغله من تاني. من تاني. حتى الاقي كميه الترشيح بتاعته عاليه. جميل. كميه المايه اللي طالعه منه عاليه. طبعا المرشحات ده ما بيبقاش واحد او اتنين. يعني بعض المحطات سي انا عندي 10 مرشحات. في محطات تانية 72 مرشح حسب استهلاك المنطقة، على حسب الطاقة التصميمية للمحطة اللي بتطلعها المحطة. تمام. بيخرج هذه كمية المياه من المرشحات بتروح خزان أرضي. الخزان الأرضي دوت بحط فيه حاجة اسمها كلور نهائي، اللي هو حضرتك بتقول ليه أنا بشوف كلور بشم ريحة الكلور في بعض الأماكن. ببدأ مادة خام معالجة. تمام. عايز أديها للجمهور. بديها كلور نهائي. يتخش على عنبر اسمه عنبر المياه المرشحه او تريديد ووتر بامب. تمام. بتاخد ليها طب سي المعادي، انا بتكلم عن المعادي، انا اسف. انا الكلام بتاعي يعتبر جنرال في جميع محطات المايه.
بدا انا من منطقه المعادي عايز اروح بغذي ترى، بغذي المعادي الجديده، المعادي القديمه، ترى كوزيكا، بودي ميه لغايه هناك. يبقى لازم بامبس بتصميم معين، مضخات للميه تديني نفس الكيود كميه الميه مع الهيد. هيد الميه ليه؟ المباني على كورنيش النيل وداخل وغير كورنيش النيل ما شاء الله شاهقه الارتفاع، شاهقه نعم، يعني بطريقه دلوقتي وخاصه لازم الميه توصل اللي في ال 30 زي اللي في الاول بالظبط يا فندم. نعم ارتفاعات عاليه، يبقى لازم انا البامب اللي عندي تدي ارتفاع، يبقى الراجل اللي هو قاعد في اخر دور اللي عايز ميه. يعني البامب دي وظيفتها كمان بتضخ الميه على اسحاب توصل لحضرتك يعني لاعلى الاماكن، العمارات العاليه والحاجات اللي طيب فوق دي. انا مش هخش في السلبيات. سي انا انت تصميم عمارتك سبع ادوار، فجاه ودون سابق انذار عملته 15، عملته 10، بتلزمني انا كشركه ميه ان انا اودي لك لغايه ال 15. رغم ان هو واجب عليه بقى يجيب اللي هي المواتير اللي بترفع الميه لحد فوق. دي اسمها بوستر. دي اسمها بوستر هنتكلم عليها. اللي هي المحركات او الترمبات. طيب. قبل ما نتكلم على البوستر ده يا فندم والمحركات الترمبات اللي بترفع الميه لفوق، خليني برضو اعرف المواصفات القياسيه اللي واجب توفرها في محطات تحليه المياه. ايوه فهم. وهل هذه المواصفات موجوده عندنا ومطابقه للمواصفات القياسيه العالميه للمحطات التحليه الموجوده في الدول الاخرى المتقدمه زي ما بيقولوا؟ الكلام زي الفل. ربنا يخليك يا فندم. اولا برضه اقول نهر النيل يعني ميه عذبه مش ميه مالحه. ميه عذبه. نعم. الحمد لله انا زرت خمس دول اوروبيه وزرت محطه ميه هناك والناس قلنا المانيا جت لنا وقالوا لنا ايه رايكم، احنا عايزين نشوفكم شغالين ازاي وهل انتم مطابقين للمواصفات العالميه ولا لا، وشهاده اسمها تي اس ام دي بتشترط على الموقع اللي موجود ان يكون بيعمل طبقا للمواصفات العالميه. نعم. يعني احنا مش اقل من حد، من زينا زي باقي الناس. ثواني، من اوبريتور صغير من العامل حتى الشؤون الاداريه. تشتغل صح. تتعامل صح. تمام. تنفذ الشغل المطلوب منك صح. طبقا للمواصفات القياسيه. جميل. الحمد لله وشكر لله محطه زي محطه مياه العبور دي خدتها ثلاث مرات. السنة خدت تي اس ام اعلى من الايزو على فكره. ما شاء كتير. الله ما شاء الله. شهاده حاليا الايام الماضيه المعدوده اسبوع خدتها محطه مياه الروضه وده شيء جميل جدا. صحيح. وباذن الله محطات الشركه هتاخدها كلها. طيب باذن الله. احساس من جواه بيقول الناس بتسال دلوقتي اللي بيتفرجوا علينا بيقول لك طب لما المياه بتمر بكل المراحل دي وبتوصل جميله ليه للاسف بتبقى عندنا المياه ملوثه وبنضطر ان احنا نركب فلتر ميه عندنا زي الفل. انا وقفت حضرتك في كلامي لغايه حاجه اسمها بامب سبوت للناس، المضخات اللي بتضخ الميه بالظبط يا فندم، المحطه للمواسير اللي بتروح بقى لكل العمارات والمناطق السكنيه. انا واقف عند الجزئيه دي. نعم. هبدا اخرج بره المحطه، يعني هبدا اخرج بره منظومه المعالجه. خلاص انت يا اخويا ويا اختي ويا ابويا ويا امي ويا عمي طلعت لك ميه صالحه للاستخدام، عايز اروح اوديها لك لغايه البيت. بوديها لك عن طريق بايبس، مواسير، خطوط في شوارع القاهره الكبرى. تمام. بوديها لك في مواسير في شوارع القاهره الكبرى. صحيح. المواسير دي بقى لها قد ايه؟ المواسير دي حضرتك ما تقوليش بقى لها قد ايه. المواسير دي حضرتك مش عايز اقول لك المواسير دي بتتعقم يا جماعه. طيب معلش ليه جميع مواسير القاهره الكبرى بتتعقم؟ ليه يا فندم؟ لان مش ليها مفروض يعني فتره عمريه المواسير دي؟ ليها. طيب في بعض المناطق المواسير بتاعتها ما اتجددتش بقى لها فتره كبيره جدا، حضرتك اعتقد تتفق معايا تماما. لا لا مش بعض على فكره احنا عندنا يعني عاملين جدول دلوقتي بنغير خطوط ويكاد يكون مغيرين اطوال كبيره جدا ما شاء الله في بعض المناطق. كويس. عشان كده كان بيطلع الميه وبيجي شغل كريتيكال تحويل مسار. تحويل مسار ده غصب عني وعنك، بمعنى هيعملوا مشروع قومي مثل الانفاق، هيعملوا بيقول لي بيرغمني ان انا احول مصاري. صحيح. الشركه بتقوم بهذا العمل عشان الحفار ما ياخدهاش في وشه بقى. بالظبط يا فندم. ويكون الخط امن بتاعنا. انت بتسالني سؤال، التلوث جه منين؟ من مواسير؟ لا. امال من ايه؟ هقول لحضرتك. التوصيلات العشوائيه يا جماعه. التوصيلات الخلسه. انا بناشد الناس، التوصيلات الخلسه. على فكره انت لو جيت حضرتك ودخلت الشركه وقلت لهم انا عايز اوصل خط ميه
تاكد ان جميع المسؤولين والفنيين هيجوا لغايه البيت عندك ويوصلوا لك الميه. اسمح لي يا فندم. اتفضل. مواصلات الخلسه، انا اسمع ان وصل كهرباء خلسه، اسرق لي سلك كهرباء بلحمه في دقيقتين واعمله وخلاص. اه ولكن ان انا اسرق خط ميه، الناس وصلت يا جماعه هقول لحضرتك بصراحه دي جديده، دي جديده. يعني تخيل حضرتك تخيل حضرتك انا بديك حقك، اديك سي 30 متر مكعب ميه كشخصك، سي تخيل ال 30 متر دول واحد بياخد منك جزء على حسابك انت، على حسابك انت جزء مخصص ليك بياخده. يا فندم ده مش المفروض انه مضطر ان هو يحفر ويجيب مواسير ويجيب كمان ناس، يعني ده كله بياخد وقت صح؟ لا لا اقول لحضرتك انت بتسيبك في شقتك يعني اوكي، بتدي زمن اسبوع يومين بتخلص فيه، مش هيقعد طبعا لونج تايم يعمله. تمام. المواسير موجوده تحت في الارض بس؟ المواسير في في باطن شوارع القاهره الكبرى، بالمحابس كنترول، اقفل هنا افتح هنا منورات. تمام. تخيل حضرته يجي يوم كاس، هو ما بيجيش على الخط الكبير، الخط الفاي بتاعه اللي هو ال 1200 و 1600 والخط ال 1000 ما بيجوش يكسروه. ليه؟ انا لو وديت ميه بهذه الاقطار لبيوت الضغط عالي، ببدا اعمل فرعيات صغيره 200 400 ماسوره الديمتر 400 200 100 واخد بال ستك على حسب احتياجك، على حسب احتياج المنطقه. تمام. او الـ 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 الموقع السكاني فيك قد ايه؟ قد ايه؟ كم ناس؟ تخيل هو بيجي على الخط ال 400 ده ويكسره، لا لا وياخد منه ويخد. هل هو درس الخط ده انت كسرت؟ طب ما جنبيه خط صرف صحي، محدش بيشوفه يا فندم؟ جنبيه بنحس بيه بقى. احنا بنحس الاحساس لوحده بقى يعني. لا لا مش احس، بنحس ونقوم بعمل لازم اللي هو ايه. تخيل حضرتك انا انا قلت في البدايه ايه، بضغط بضغط معين صحيح 70 متر سيني عن طريق المضخات دي اللي بتودي المناطق 70 متر. فجاه لقى ال 70 متر دول بقوا 40 بقوا 50 بقوا 60 بقوا 30 حاجه من الاثنين، لا في خط اتكسر لا في بمب وقفت، مش كده ولا ايه؟ صحيح. ما فيش حاجه تاني، لا اما خط اتكسر لا اما الترومبه وقفت. تمام. طب الترومبه شغاله، يبدا على فكره يا جماعه شركه مياه الشرب بالقاهره الكبرى كذا قسم، انا بتكلم على المحطات، في قسم شبكات اللي انا بتكلم فيه دلوقتي اللي هو الخطوط بتاعت البلد او بتاع القاهره، اسمه قسم شبكات والمعامل والمشروعات. تمام. كل دول منظومه متكامله مع بعضها. وبنرجع لبعض وبنقعد مع بعض لتنفيذ اي خط يمشي في شوارع القاهره. نرجع لحديثنا. السؤال اللي انت بتقول لي، قلت لك الوصلات الخلسه صحيح، وفي هل بيبقى في رقابه يا فندم على الوصلات الخلسه دي، بحيث ان احنا يكون في يعني لو حد بيخالف او مثلا ماسوره حصل لها حاجه وحضرتك بتقول لي بتحس بيها؟ طيب بالظبط يا فندم. من سنتين بالظبط يا فندم او من سنه في توصيله اللي هي بتربط ما بين النيلين عند الزمالك، اللي هو من الزمالك للمنطقه الثانيه ناحيه احمد عرابي وكده. خليني اقول لحضرتك ان انا كنت دائم في الفتره ديت التردد على منطقه اسمها سيد الصاوي هناك، بشوف ماسوره الميه مفتوحه وبتنقط يعني زي حنفيه حضرتك فاتحها بشكل كبير جدا. وبتنقط لمده اربع خمس شهور، كنت بتردد على المكان ده وبشوفها مفيش اي حاجه. ففي مره كان حد تقريبا ماشي من المسطحات المائيه، بقول له يا فندم ده غلط وبتاع، قال لي ما هي رايحه للنيل، يعني جايه من النيل رايحه للنيل يعني. فيعني اللي عايز اوصله لحضرتك، اربع شهور مش فتره كافيه ان انا اقدر اشوف ان في مخالفات او في دي تعتبر لا تقل عن الوصلات الخلسه، لان ده بعد برضه يعني جريمه، لان بيقلل من كميه المياه اللي رايحه الناحيه الثانيه، وتاني مره باخد من الميه المعالجه بعد المراحل اللي حضرتك بقالك ساعه تشرح فيها وتعبت فيها، وفي الاخر في الاخر بتروح ما حدش بيستفاد بيه، مش صح؟ هقول لحضرتك. اتفضل. الحمد لله يا جماعه. هي دلوقتي اتصلحت الحمد لله، قعد حوالي اربع خمس سنين ولازم تصلح. نعم. اولا احنا مش شغالين مع نفسنا كده. صحيح. اي حد من الجمهور، اي حد في القاهره الكبرى عنده اي مشكله، صحيح،
عندنا حاجه اسمها خط الساخن. جميل. 125. 125، وظيفه الخط الساخن ده يا فندم ايه؟ الخط الساخن احكي معاه. ايش الشكاوي يعني اللي انا اكلم 125 عشان؟ ايوه يا فندم، هتقول له حضرتك انا عندي نفس المشكله اللي حضرتك بتقولها، خط بينقط. خط ضرب. ماسوره اتكسرت. مفيش ميه خالص. حد بيسرق زي ما حضرتك بتقول لي دلوقتي. يا ريت يا ريت تتصل على 125. يا ريت تتعاونوا معانا برضو تقولوا لنا ايه ده، احنا شفنا وصله خلصه جارنا خدها من غير ما يجي لشركه الميه. طيب استاذ محمد بعد اذنك سربايه كده، الخط الساخن 125. الخط الساخن 125. الشكاوي ال 100. وعلى فكره يا جماعه مجموعه قاعده 24 ساعه على هذا الخط. نعم. ما بنقفلوش. ده في كافه محافظات الجمهوريه. القاهره الكبرى 125. القاهره الكبرى بس. القاهره الكبرى. تمام. 125. لكل محافظه بقى ليها خط ساخن؟ بالظبط يا فندم. انا بتكلم لان في شركه مياه اسكندريه، في شركه مياه البحيره. تمام. شركه مياه القاهره 125 خط ساخن. اي شكاوى في اي منطقه في القاهره الكبرى يتصل ب 125 ويشوف ايه الشكوى ويحكيها، وان شاء الله باذن الله على الفور حضرتك بتقول لي بيرد على كل باذن دي. الله فوري وقتي. تمام. بتطلع مجموعه محدش رد اتصلوا بينا واتصلوا. نعم. وبقول لحضرتك اسطول كامل من العاملين، اسطول كامل موجود على هذه التليفونات لتلبيه شكاوى المواطنين. 125. جميل. ومش عايز اقول لحضرتك رئيس الشركه بنفسه مصطفى بشيمي ربنا يديله الصحه يا رب. من الناس الكفاءات جدا. جميل. دايما يتابع هذا الخط ويسال. صحيح. البلاغات ده وظيفه اي مسؤول يا فندم، ان هو يتابع بنفسه ويباشر حتى الناس المسؤوله تحت منه تتعظ. بالظبط يا فندم. بقول لحضرتك بياخد البلاغات. كم بلاغ جه؟ انا منطقه بتشتكي. طب نوع البلاغ ايه؟ البلاغ ده اتحل ولا ما اتحلش؟ البلاغ ده اتحل ولا ما اتحلش؟ وده الاهم اعتقد، يعني لان في بلاغات بتيجي وفي الاخر ما فيش اي جدوى ليها. بالظبط يا فندم. نعم. لا الراجل متابع بنفسه. زائد ال 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 جميع المهندسين اللي كلنا بنتابع. انا مش عايز اقول لحضرتك احنا يا جماعه احنا عندنا اكتر من وسيله اتصال. يعني احنا مش شغالين اكتر من وسيله اتصال. على سبيل المثال الجهاز ده. جميل. الجهاز ده بيجيب لي انحاء القاهره الكبرى كلها. تتواصل لأي مشكلة، بتواصل مع زميلي، بتواصل لأي مشكلة. زي جهاز الشرطة، بتواصل يعني الشرطة مع بعضهم البعض، أنتوا بتتواصلوا بيه ده، صح كده؟ بالظبط يا فندم. نعم. خدمة 24 ساعة. ليه غرفة طوارئ، غرفة عمليات مركزية الطوارئ. تمام. التحكم المركزي. اتصلوا يا جماعة، أي مشكلة 125. جميل. لو أي حد في شوارع القاهرة الكبرى. نعم. لقى ماسورة ضرب. لقى خط واحد بياخد وصلة خلصة. طب بتاخد خلصة ليه؟ ما تقول لنا يا سيدي واحنا نجي لك لغايه عربيات دلوقتي بتيجي لغايه عند حضرتك عشان. نعم. تعمل لك اشتراك عربيات. طيب بجيب لك جميع المستندات والاستمارات، بقول لك تعالى اشترك هديك ميه. يعني احنا اللي بدانا نتحرك للجمهور. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، التكلفه بشكل عام اللي بتتكبدها المحطه شهريا عشان خاطر توصل الميه نقيه سليمه خاليه من اي ملوثات؟ طب اقول لك هقول لحضرتك على حاجه. طب. طبعا سعر كلورو شابة حضرتك كله عارفينه. اتنين. مش هتكلم على كلورو شابة، المعدات دي يا جماعه في المتوسط المعدات دي يا جماعه اللي بتديكوا ميه صيانه، دي معدات محتاجه صيانه. الاسعار دلوقتي ايه؟ انا عايز اسال بقى الاسعار دلوقتي ايه بالنسبه اني هشتري حاجه. هشتري محلي اوريدي، هشتري مستورد اوريدي. الافضل انه الاثنين. يعني في معده لازم اجيب لها مستورد، في معده لان مش موجوده عندنا او مش موجوده او في جزء منها وبتكمل من الخارج، واخد بال حضرتك؟ لان الديزاين بتاع البامبس كله انا بجيبه. في ناس في القاهره الحمد لله بداوا يعملوا ديزاين، بيصمموا طرمبات. مش عايز اقول اسماء شركات طبعا، شركات خاصه، شركات خاصه بتصنع البامبس بالكيو العالي دوت، بالكيو بالتصرف العالي، حاجه صناعه مصريه يعني. بالظبط كده. تخيلوا يا جماعه كل سنه وبالتحديد في الشتاء بنخش برنامج عمارات في جميع مواقع الشركه اللي سميناها عمارات سنويه. العمارات السنويه دي انا مش هعمل العمارات دي في الصيف، لان الصيف بيبقى الناس محتاجه ميه. صحيح. وخاصه وقت الذروه. صحيح. بحتاج انا بشغل فول لود بالنسبه للناس كلها. في الشتاء بيبقى كميه الميه بتقل شويه. اللي هي المستهلكه. تقريبا الناس ما بتستعملش ميه في الشتاء. بتساعدنا برضو. بنبدا نشتغل ونعمل الصيانه السنويه بتاعتنا. نعم. ببدا افك المعده من اولها لاخرها. عشان تبدا لحضرتك بدايه صيف جديد اديك نفس الكميه بتاعتك. صحيح.
واخد بال حضرتك؟ التكلفه برضو التكلفه عاليه ومش هقول لك رقم كام. بس ساعدونا يا جماعه الغرض اي بالظبط كده الغرض من التكلفه اللي التكلفه عاليه عايز اعرف تخيل قطع غيار والصيانه بالظبط عايز اعرف الناس قد ايه الدوله بتتكبد فلوس عشان خاطر تنقي وتحل المايه لحضرتك بالظبط واحنا للاسف بكل لا مبالاه بنرشها قدام البيت وبنهدر يعني امتار عديده من المياه دون اي جدوى بحجه ان انا لما ارش شويه قدام البيت بتاعي بيطري ما ينفعش الكلام والله ما ينفع بالعكس ميه حضرتك انت بترميها على الارض زي ما بيقولوا كده دون اي جدوى اللي بيرشوا ميه دول زي ما حضرتك قلت اللي بيغسلوا عربيات يعني ابص الاقي فاتح لي الحنفيه يا فندم وبيعمل حنفيه مخصوص لكده يا ريت تيجي على غسيل العربيات فقط انا يعني بشوف ناس عندها يعني عاده يوميه مثلا انا برجع من الظهر بريح شويه كده في الليفنج روم لا ده عنده عاده مثلا بعد العصر كده يروح راشه شويه ميه عشان يقعد على المصطبه وبنشوفه ده في الصعيد وفي بقول لحضرتك بيعمل حنفيه مخصوص على الباب بالعماره بالظبط يقول لك دي سيرفيس خدمات طب يا جماعه مية. خدمات بناء عن ايه؟ يا سيدي تعالى اعمل لها عداد والله اعمل لها عداد واعمل اللي انت عايزه اعمل لها عداد يعني حاسبني حاسبني الاول ادفع ثمن الكلام دوت بقول لك كل ده على عداد الميه بتاع البيت صحيح واخد بال حضرتك ما ينفعش عشان بس ما افخس حق الناس انا اسف ارجع بس ورا شويه اتفضل جميع مراحل تنقيه الميه في قسم بيقوم بمجهود كبير جدا قسم المعمل تمام تخيلوا في كل ما في موقع يا جماعه في معمل المعمل ده بياخد من كل زون عينه كل ساعتين بياخد عينه شوف المراحل اللي انا قلتها دي من الرو ووتر المأخذ المروقات المرشحات الخزان الارضي كل ده باخد منه عينات كل ساعتين اشوف الاملاح واشوف النسبه كام وبتقل معايا في اي مرحله واي تغيير في اي مرحله استوب هنا لا زود كلور قلل شبه يعني على مدار ال 24 ساعه المعمل موجود تمام طيب زائد معمل مركزي معمل مركزي وممكن ياخد عينات من الخارج ممكن ساعتها كنت قاعد في البيت تقول الله زي ما انت قلت لي كده المايه انا حاسس ان لونها متغير او المايه بتقوم فرقه من كيمائي بتروح لغايه عندك اذا كان محل تغير اللون ده يا فندم ناتج عن ايه طيب؟ ما انا بقول قلت لحضرتك الوصلات الخلسه وما اتكلمتكش عن خزانات العلويه يعني ما خارج اطار محطه تحليه الميه اللي بتحصل المشاكل بقى بتاعت الميه بتواجهها اللي هي مثلا الميه فيها عقاره الميه فيها بالزبط. زياده بالظبط يا فندم الميه فيها كده بالظبط طب جربوا اللي انا بقوله وشوفوا النتيجه ايه الخزانات العلويه اللي في العماله عقموها يا جماعه طهروها اغسلوها مش معنى ان سي 20 ساكن قاعدين في خزان فوق طالع له ميه بينزل ميه للناس ده لازم صيانه ليه؟ في طيور في حاجات بتسقط في هذا الخزان لازم يتعقم لازم يتطهر كل سنه لازم يتفضى ويتعقم ومش عايز اقول تعالى لي يا سيدي واحنا نعقمه لك طبقا للمواصفات القياسيه هل في مقابل ده؟ بسيط جدا بسيط جدا جدا بس بحافظ على صحتي وبعقم الخزان بالظبط يا فندم بالظبط يا فندم تمام نعقم لك الخزان بحيث ينزل لك فيه ميه جربها بس في اعمال كتير ما فيهاش خزان يا فندم ال ال ما فيهاش خزانات خالص 90% من بعد الارتفاعات في الادوار زي حضرتك بعد 90% بعد كام دور مثلا لازم اركب ما انا بقول للسيادة انا قلت من البدايه خالص يفضل منطقه مثلا انا واخد الاسبلت بتاعها انا اكثر ارتفاع كذا تمام. انا بضخ ميه الاكثر ارتفاع ده تمام. فجاه ابص الاقي ارتفاعات بيوصل ميه بس الضغط هيقل شويه عشان كده الخزانات بيجوا ليها تلاقي 90% او يعني نسبه كبيره جدا عامله خزانات علويه يبقى المواسير الوصلات الخلسه واحد من ضمن تغيير لون الميه والعقاره اللي في الميه الوصلات الخلسه اتنين الخزانات العلويه يا جماعه نعقمها ونطهر وبتجي لي ناس تسالني كتير بعد اذنك يا باشمهندس عايزين نعقم الخزان حاضر ولو عايز اعقمها على حساب ناس مفيش مشكله خالص حضرتك يعني برضه في نقطه مهمه البيوت القديمه اللي هي ما زالت بتستخدم المواسير الحديد اللي هي يعني عايز ابتلاها الصبغ زي ما بيقولوا بشكل كبير ولحد الله ينور عليك بالظبط كده نعم. دلوقتي المواسير البروبلين اللي هي ما بت انا عايز واحد يفك ماسوره من عنده والله عليكم فك ماسوره من عندك من جوه انترنال الشقه وشوفها من جوه بس وتعالى كلمني نعم.
اتمنى يا رب ان يكون في ان شاء الله ادراك وتعاون من قبل كافه المواطنين مع المسؤولين، بحيث ان احنا لو في اي مشكله تواجهنا نقدر كلنا نحلها، لاننا كلنا شركاء في هذا الوطن. الحل مش بيتوقف فقط في ايد المسؤول او الحكومه، لا، في ايد حضرتك كمواطن. جهد كبير جدا بتبذله اي محطه تحليه مياه عشان حضرتك تصلك الميه بكل امان سليمه تشربها وانت مطمن، فيا ريت حضرتك كمان تحافظ عليها وما تهدرهاش بكميات طائله دون اي جدوى. بشكر حضرتك جدا في نهايه هذا اللقاء ضيفي العزيزه المحترمه المهندس ماهر فهمي مدير عام محطه ميه العادي. شكرا ليك يا فندم، وبنحييك كمان على كل هذه التوضيحات وقد ايه الناس المسؤوله عن محطات مياه بتتعب عشان احنا نشرب ميه نقيه. وبدي دعوه للجمهور لو عايزين يزوروا محطات ميه ويشوفوا بعينيهم، احنا نعمل المدارس والجامعات حضرتك ان شاء الله يا فندم. انا تحت امر اي مشاه حكومات جامعات مدارس يجوا يشوفوا يا جماعه وتعلموا طرق تنقيه المياه وشوفوا الناس بتتعب عشان بس تكون رساله الناس تحافظ بعد كده على نقطه المياه اللي بتهدرها بقى. شكرا ليك يا فندم.